بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد. كل يوم عندنا شقق جديدة وعقارات جديدة إن شاء الله، وتبقى مشكورا لو عملت لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اهو، شارع 8 متر متفرع من شارع 30 متر. ده كده شكل البرج من بره، البرج 12 دور. ده كده المدخل بتاع البرج اهو، مدخل فخم جدا ما شاء الله، كله رخام. ده شكل المدخل كده، وفي عندنا 2 اسانسير، واحد زوجي وواحد فردي. دول كده شكل الاتنين اسانسير. نبدأ ندخل الشقة بتاعتنا. الشقة مساحتها 117 متر، غرفتين وريسبشن ومطبخ واتنين حمام. ده اول حاجة عداد كهرباء جديد كارت. اول ما نخش من الشقة اول حاجة بتجيلنا على الشمال حمام الضيوف. ده حمام الضيوف اهو، اللي هو الحمام الصغير. بعد كده بيجيلنا المطبخ على الشمال. ده كده المطبخ اهو. طبعا في ناس لو حابة تفتح المطبخ امريكان على الريسبشن هيبقى شكله ممتاز جدا. ده بالنسبة للناس اللي بيحبوا الامريكان كيتشن او المطبخ الامريكاني. اما الناس اللي بيحبوا المطبخ يكون مقفول كده، بيحبوا الخصوصية، مفيش مشكلة، هو مقفول. بعد كده بيجيلنا الريسبشن في الوش بالبلكونة، وعلى اليمين هنا الغرفتين والحمام التاني الكبير. نبدأ نخش كده على البلكونة. البلكونة بتبص على الدائري. ده شكل الدائري اهو، وده بالمناسبة ده الدائري بعد التوسعات، يعني خلاص ما عادش فيه توسعات بعد كده. ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. نبدأ نخش على الغرف. دي كده اول غرفة معانا اهي، برضو فيها بلكونة. يبقى احنا كده عندنا الشقة فيها 2 بلكونة، يبقى غرفتين وريسبشن ومطبخ واتنين حمام واتنين بلكونة. دي كده البلكونة اهي، برضو بتبص على الدائري. الشقة في الدور 11، البرج 12 دور، مدفوع طبعا جدية التصالح. بعد كده هنا ده الحمام التاني، او اللي هو الحمام الكبير بتاع اصحاب الشقة. حمام واخد بانيو ومستريح، مساحته معقولة. برضو بصور بالكشاف بتاع الموبايل التاني عشان اللمبة كانت محروقة. برضو هنا كده الغرفة التانية. بالمناسبة الغرف مساحتها حلوة ما شاء الله، يعني ياخدوا غرفة نوم مستريحين جدا. دي كده الغرفة التانية اهي، بتبص برضو على منور. بالنسبة للشقق اللي بتكون في الأدوار العالية بيكون المنور بتاعها منور جدا، والتهوية بتاعته بتكون حلوة جدا. ده بالنسبة للأدوار العليا. ده كده الريسبشن بتاعنا اهو، وده شكل الايه، شكل الشقة كلها. الشقة عنوانها فيصل كعبيش بجوار الدائري، مطلوب فيها 350,000 جنيه. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.